طب اسامي ولادكم مالها اخترتوها على اساس ايه؟ انا ما اخترتش. لا والله. ازاي؟ بابا اللي اختار. اختاروا على اساس ليه؟ ايه؟ ليه بابا؟ وانت ليه ما كانش ليكي اي مشاركه في الراي؟ لا قلت رايي بس الحقيقه ما حدش انتبه لي. كانت في البنج لسه صحيح. ما حدش اهتم. كان يعني تسميه ايه؟ لا انا يعني لا ما كانش نفسي في حاجه في الاول خالص. كان نفسي في حاجات اللي هي كانت موضه وقتها اللي هي حمزه ومالك وطبعا اتريقوا عليا وجاد وكل ده اتريقوا عليا فيه. مالك مالك ومالك. كل الحاجات دي اتفرمت الحمد لله ضيعوني. بس نزار كان نفسي اسامي غريبه برده بيني وبينك يعني. ما اعرفش يعني حاجات برده تقيله كده. بس خالد اختار ادهم على اساس ايه؟ ما اعرفش مش فاكره كان ايه اللي حاصل. بس تقريبا قابل حد وقتها كان بالاسم ده وكان شاب لطيف وحتى قال لي قلت والله اسم جميل ادهم انا هسمي ادهم. هو بيحكي لي وانا كنت وقتها عايزه ادم. حصلت خناقه صغننه كده اختلاف في وجهات النظر فتفوتت خناقه كده انه انا كنت رايحه اعمل السبوع بتاع ادهم. فسبت الاسم فاضي يعني. بلغتهم أوكي. بكل اللي انا عايزاه وبالالوان وبالاعداد وبالاشكال وقال لي هنكتب اسم ايه. قلت له بقول لك ايه سيبه على اخر لحظه. فكنت رايحه احجز المستشفى فكان بيكلمني بنهج بقى واحمله في التسع وخلاص. عملتي ايه يا كتبتي الاسم؟ قلت بصراحه قلت اما اسيب الخانه فاضيه. زعل مني جدا 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 خالد وقتها. قال لي كده برضو مش عارف. لفيت ورجعت كتبت الاسم ادهم وكان خلاص ادهم. وكان خلاص. طب لو كان اختار ساعتها على اسم باباه يعني خالد صلاح يبقى هو هنسميه صلاح ولا اتضايق خالص خالص؟ لا خالص بالعكس. انا احب ان الاب يسمي ابنه يعني. اعتقد انه دي حاجه تبقى لطيفه يعني. زي ما احب ان البنت تسمي الست تسمي بنتها صح. يعني اسامي البنات صح تبقى متروكه شويه للام مسوية. واكيد الراجل يبقى له راي يعني. مش قصدي ان احنا هنفرض عليه حاجه صح. بس الولد برضو بابا يختار له اسم يكون الطف. نديم. انا نديم. انا كنت عايزه اسمي اسم. انا بحب الاسماء. لا بحب العربي. الاسماء المفرقعه ولا بحب الاسماء الاجنبيه ولا بحب الاسماء الصعبه. بحب الاسماء العربيه السهله اللي كل الناس تعرف تنطقها واللي بره كمان لو سافر صح. يعرف ينطقوها يعني. لا في كتير من اولادنا دلوقتي بيسافروا يدرسوا بره بيسافروا يعني يبقى ليهم حياه بره يجربوا حياتهم بره. فكنت عايزه اسم سهل واهم حاجه انه يبقى اسم يتنطق في مصر وفي البلاد العربيه بالشبه شبه ثقافه البلد شبهنا. بس انا احييكم اصلا على يعني نديم عربي عربي. لا 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 حاجه ما شاء الله. وانت فاطمة ومريم. مريم على اسم السيدة مريم. وفاطمة على اسم السيدة فاطمة. الله خيارات عظيمة بقى. حلو برضه. بس خلي بالكم يا جماعة قد يبدو هذا الموضوع موضوع سهل وبسيط وعادي لكن احيانا بيكون اختيار الاسم ده مسار لتنمر على ولادنا. الطفل طبعا طول الحياة طبعا يفضل طول الوقت عايش بعبء الاسم وبعقدة الاسم. يعني فكرة برضو ان احنا نختار الاسم اللي يناسب ولادنا. وبالمناسبة دي واحدة من الحاجات اللي بنص عليها الدستور صح انك تختاري اسم لائق لابنك صح. Watch it.